وإلى قصة الجدل القديم الجديد حول مكونات أوريو، البسكويت المفضل لدى عشاق الحلويات، يعود للواجهة ويصبح مثار جدل بعد نشر رئيس منظمة حماية المستهلك زبدي مصطفى في الجزائر منشورا يدعي فيه بأنه ليس حلالا، ويستند في روايته إلى تغريدة سابقة للشركة المصنعة في حسابها الرسمي. التصريحات تسببت في موجة من التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقلت من المنصات الجزائرية إلى بقية البلدان العربية، وفتحت الباب لكثير من التكهنات والإشاعات، وأثار خوف لدى عشاق هذا البسكويت من حرمة تناوله. القصة ببساطة بدأت بسؤال أحد مستخدمي تويتر لحساب الشركة قبل 3 أعوام عما إذا كان منتج أوريو حلالا، وهو ما أجاب عليه الحساب بشكرا لتواصلك، بسكويت أوريو ليس حلالا. وسرعان ما حذفت الشركة ردها وقالت إن أوريو البسكويت غير حاصل على شهادة حلال في أمريكا وكندا. بعده بعدة أشهر ردت الشركة على أحد المستخدمين أن شهادة الحلال تعتمد على البلد الذي تعيش فيه، أوريو في الولايات المتحدة وكندا مثلا ليس حلالا، وتقول أو تضيف دائما تحقق من المكونات والملصق لضمان ملائمتها لنظامك الغذائي أو الشخصي. وفي شهر فبراير ردت الشركة على أحد المستخدمين وقالت إن منتجات أوريو المصنوعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان خالية من الكحول. مغردون تفاعلوا مع وسم أوريو مش حلال. الداعية والأكاديمي الفلسطيني عبد الله معروف قال إن الكحول المتولد من عملية استخراج مستخلص مادة الفانيلا بنسبة ضئيلة للغاية، وهو أمر طبيعي ولا يتم الإشارة إليه على غلاف المنتج، لأن أي بقايا من هذا الكحول تتطاير وتتبخر أثناء عملية التصنيع.